بدأت شركة كواترو رحلتها التجارية سنة 1999 في عثمان بيك في إسطنبول. هذه البداية كانت إشارة لرحلة طويلة، واعتمدت الشركة عن بداياتها على مبدأ الثقة والمثابرة. والعزم على تطوير البنى التحتية للشركة وتوفير أصحاب الخبرات والكفاءة العالية. أصبحت شركتنا من أوائل الشركات في تركيا. بدأت شركتنا سنة 2017 بافتتاح فرعها الأكبر في مارتر لتوفير كافة متطلبات زبائننا من ناحية الجودة العالية والتنوع الأكثر. تتعامل شركة كواترو مع أكثر من 25 دولة في مختلف أنحاء العالم. شركة كواترو مستمرة في التصنيع بكادرها المتكون من 20 شخصاً في الإدارة و450 شخصاً في التصنيع. اشتهرت شركتنا بالأسماء التالية: كواترو CR7 كواترو، كارفانو، ديكابرو. نقدم شكرنا لكل من ساهم من زبائننا الكرام والعاملين والأصدقاء لإتمام 20 عاما بكل فخر. وسنبقى في خدمتكم مثل أول يوم بدأنا.